أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج الجزائر مباشر وتتابعون هذه الليلة. في الحدث، ما هو مستقبل صناعة الغاز في ظل التحول الطاقوي العالمي وقمة الجزائر للغاز؟ رهانات وتحديات في ظل معطيات دولية جيوسياسية استثنائية. وفي دولياتنا، شبح المجاعة يحوم في قطاع غزة مع تلويح مستمر للاحتلال بعملية برية وشيكة في رفح، ومحكمة العدل الدولية تتابع تطورات الوضع في الضفة والقطاع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل. إذن في الحدث الليلة، أيام قليلة وتستقبل الجزائر رواد صناعة الغاز العالمية باحتضانها القمة 7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في قمة يتطلع لها العالم لبلورة نظام طاقوي يضمن الإمدادات الطاقوية بشكل مستدام، تبحث في الحلول والاختلالات التي يعرفها سوق الطاقة العالمي، وتهدف إلى الوصول وإلى مخرجات ينتظر أن تكون مؤثرة وفعالة تخدم هذه الصناعة في العالم. للإثراء والاستفاضة يحضر معنا في عدد اليوم من الجزائر مباشر الدكتور لاغا شقروش الخبير الطاقوي. مرحبا بك دكتور شقروش، وشكرا لك على قبول الدعوة. شكرا وسهلا. كما يحضر أيضا معنا الدكتور محمد شريف ضروي الخبير في التخطيط الاستراتيجي. دكتور ضروي مرحبا، مساء الخير، شكرا على قبول الدعوة. شكرا أستاذ كريم. ومعنا أيضا في عدد اليوم الدكتور أحمد حدوسي الأستاذ الجامعي في الاستشراف الاقتصادي. دكتور حدوسي مرحبا، شكرا على قبول الدعوة. شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور شقروش بالحديث عن الخصوصية التي تميز قمة الجزائر اليوم في ظل كل هذه السياقات المعقدة والحاسمة من حيث التوقيت ومن حيث الأهداف أيضا. الخصوصية لهذا الملتقى ترتبط بوضع أو بدور الجزائر وتقييم دور التاريخي للجزائر في صناعة الغاز. البادئ هي الجزائر بأول مصنع في 1964، أول مصنع للغاز صنع في الجزائر، وصدرت أول شاحنة إلى إنجلترا وإلى باقي العالم. ثانيا، الصناعة الغاز أصبحت الآن تقييما بمكانتها في كل الدول، أصبحت في حالة الرشد، يعني أبحث طاقة تستعمل في كل شيء، في توليد الطاقة، توليد في الأكل، في المصانع، في السيارات إلى آخره. أصبح الغاز يزاحم وينافس كل شيء. يأتي هذا الاجتماع الآن في الجزائر، والجزائر يبقى أفضل ما رائدة أولا، لها الإطارات الكافئة، آلاف، كونت آلاف الإطارات. بعض الشركات في العالم بما فيها شركة قطر كاس يسيرونها جزائريين، في أوروبا جزائريين يسيرونها. إذن هناك نوع من الثقة
الدولية في مكانة الجزائر في مكان. وثالثا أن الجزائر بلد كان دائما يحاول أن يقارب الآراء، يتهج طريق التفاهم، طريق النقاش وليس الحوار وليس التصادم. أمثلة كثيرة تدل على هذا 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 الموقف الجزائري. والنسخة السابعة، النسخة السابعة هي نسخة تقيم الإشكاليات التي تمس صناعة الغاز بما فيها مكانة الغاز غدا. ممكن نتعرض من بعد إلى بالتحديد إلى بعض الأمور، سيادة الدول المنتجة عن ثرواتها، هذا مطلب جزائري تاريخي. صحيح. تفكري خطاب الرئيس هواري مدير أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة في 73، أول دولة اللي اتخذت القرار باش تأمم المحروقات هي الجزائر في 73، أول دولة اللي دارت الأنابيب تحت البحر وتصدر الآن كمية كبيرة 27 مليار متر مكعب هي الجزائر، وأول دولة اللي ربطت سعر الغاز بالبترول لحماية الثروة الغازية هي الجزائر. والآن كان يوجد هناك أفكار كثيرة من أجل صيانة الغاز وصيانة الثروة الغازية وحماية، لأن يوجد هناك، لأن الصناعة، نوع الصناعة هذه ليس مبني عن ما يسمى بالتنافس الحر. نعم. هذا كلام يسوق للناس اللي ما يعرفوش الاقتصاد، وأنا أدرس الاقتصاد في جامعة باريس. نعم. باستطاعة أن أتكلم عن هذه الأمور بالتدقيق. يأتي بصفة عامة من ناحية جيو سياسي أو جيو استراتيجي أن هناك تلاعبات كثيرة تفطنت إليها الدول، أولا الجزائر، ثانيا روسيا، إيران، قطر. نعم. خاصة أعطيك بالمثل، هناك مثلا كل هذه البلدان ضربت بطريقة سرية، بطريقة غير مباشرة، بطريقة رمي الرمال في العيون، خلق فزعات بما فيه مثلا الطاقة الجديدة والمتجددة. نعم. تصوري لو كانت فرنسا أو إنجلترا أو ألمانيا عندهم حقل مثل حقل حسير مل. نعم. سيغيرون أفكارهم. سيكون هناك فارقة. دكتور ذروي، على ضوء ما تفضل به الدكتور شقروش، كيف يلعب اليوم الثقل الدولي الجزائري في سوق الطاقة أو بالتحديد يعني سوق الغاز في هذه الخارطة الطاقوية المستجدة بانعكاساتها الجيوستراتيجية؟ نعم. القمة الجزائر، القمة السابعة للجزائر، جاءت في الوقت المناسب بالنسبة للأوضاع العالمية لمصطلح الغاز كمصطلح أصبح يرعب الجميع. نتفق جميعا على أن الغاز أصبح يرعب الحكومات، يرعب أصحاب الشركات والقطاعات الاقتصادية والصناعة بشكل خاص، ووصل حتى أنه يرعب الشعوب. عندما نتحدث عن الشعوب الأوروبية التي أصبحت تبحث عن تشغيل مدفأة وتتخوف من فصل الشتاء، هذا كأبسط تعبير. لنقول على أن الجزائر للقوة التاريخية الموجودة لدى الجزائر، إلى جانب شيء هو الأهم من كل شيء، هو الحكمة التي تمتاز بها الجزائر في إدارة الملفات الدولية بشكل عام. لنتكلم الآن عن الغاز، نقول على أن الجزائر من خلال فقط الكلمة الترحيبية لرئيس الجمهورية قد طرحت رؤية الجزائر في ملخص للعديد من الجمل وبشكل واضح، ودلالات ومؤشرات على مدى الرزانة والحكمة في التحضير لهذه القمة وبعث رسائل ومؤشرات على طبيعة مخرجاتها. نعم. عندما تجد مصطلح ضرورة تعميق الحوار والتشاور هو الركيزة رقم واحد التي ستكون ضمن فعاليات ومجريات المنتدى بين رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، لأنه هنا سوف نتحدث عن حوار سيكون ضمن مصفوفة رباعية. سوف نتكلم عن الحوار التقني لأصحاب المنتدى المصدرين، وهذا بطبيعة الحال لحماية مصالح
وموارد هذه الدول. فالطبيعة التجارية اللي المنظمة بالضرورة تحتاج إلى تشاور وصياغة أهدافها وفقا للمتطلبات والمعايير التجارية والاقتصادية وغير ذلك. سوف نتحدث عن الجزئية الأخرى للحوار ضمن مصفوفة الجزائر التي قلت لك سوف تكون ضمن 4 خانات. النقطة الثانية سوف نتحدث عن الدول المستهلكة. عندما تقول الجزائر في الكلمة الترحيبية في الجزء الثاني يجب خلق شراكات رابحة للدول المصدرة والدول المستهلكة، بتأكيد آخر على حد سواء، ضرورة على أن الجزائر تستوعب الجميع. قمة الجزائر ستستوعب الجميع، ستستوعب كل القطاع، لأن رؤية الجزائر المبنية على الحكامة تهدف إلى استدامة سوق الغاز. نعم. تبعده، تخرجه من، كما قال الأستاذ، تخرجه من مسار الصراع والاستقطابات. نعم. لتدخل على الأقل إلى التنافسية الاقتصادية أو التجارية وغير ذلك، وهذا شيء طبيعي. فهذه النقطة سوف تكون جد مهمة خاصة للدول المستوردة. نعم. ثم نتكلم عن النقطة الثالثة، هي منظومة الغاز في حد ذاتها التي تبحث الجزائر عن تأطيرها كما قلت لك قبل قليل بشكل الاستدامة، لأن الجزائر تفكر بحكامة في هذا الموضوع حتى يكون سوق الغاز غير قابل للتدخلات وغير ذلك، التدخلات والصراعات السياسية والدبلوماسية التي وصلت حتى إلى أمور أمنية وعسكرية للتأثير على الدول المصدرة خاصة الدول الضعيفة. نعم. لنصل إلى النقطة الرابعة، هو إيجاد الصيغة المثلى التي يمكن أن نتحدث عنها بعد قليل، الصيغة المثلى في إعادة تكييف المنتدى، سواء منظمة سواء اتحاد أو غير ذلك، مصالح بما يخدم مصالح الجميع وليس الدول المصدرة فقط. الدكتور الحدوسي، بالنظر إلى هذا الدور الفاعل للجزائر في تحقيق هذا الأمن الطاقوي عربيا إفريقيا وأوروبيا، توصف قمة الجزائر بأنها حدث حاسم لإعادة ترتيب صناعة الغاز في العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا في اعتقادي أن هذه القمة ستؤرخ لتاريخ صناعة الغاز على مستوى العالم، نظرا للظروف التي تعرف هذه القمة سواء على المستوى الجيوسياسي والتداخلات السياسية التي تحدث على مستوى العالم، سواء في جنوب شرق آسيا أو على مستوى المشرق العربي أو حتى على مستوى الشرق الأوروبي، وكذلك هذا على مستوى السياسي، كذلك حتى على مستوى التغير التكنولوجي والحديث الذي كثر على مستوى خاصة الدول الأوروبية عن انتقال طاقة وحاد، وتحدثت أوروبا خاصة بعد قمة باريس عن انتقال طاقوي في سنة 2030، ويتم التخلي عن الوقود الأحفوري وإلى غاية 2050. كذلك يأتي هذا السياق في ظل تغير المناخ والحديث عن المذائق على مستوى العالم، تحدث عن انخفاض منسوب المياه على مستوى مضيق بنما، وبالتالي أثر على النقل البحري للطاقة على مستوى العالم. يأتي هذا في ظل تغيرات دولية كبيرة على مستوى العالم. جاءت قمة الجزائر للإجابة على العديد من الإشكاليات، وكذلك تأتي هذه القمة خاصة أن الجزائر كانت احتضنت قمم سابقة من قبل، نتحدث عن قمة 2002 بعد أزمة عالمية طاقوية، نتحدث كذلك عن قمة أخرى حدثت في الجزائر في سنة 2010 بعد أزمة مالية عالمية، جاءت قمة الجزائر للإجابة على الإشكالية. إذن قمة اليوم، قمة الجزائر 2024 التي ستؤرخ لتاريخ متعلق بالغاز للعقود القادمة، خاصة كما قلنا في ظل هذه الظروف، وتسعى هذه الدول لإيجاد آلية أو صيغة من خلالها يتم تفعيل قوى السوق أو العرض والطلب، وبالتالي الوصول إلى أسعار عادلة تخدم الجميع بما فيها حتى المستهلكين. وهذا الطرح الذي طرحته الجزائر من خلال الكلمة الترحيبية لرئيس الجمهورية، وكذلك كل ما نادته الجزائر أن السيادة الطبيعية للسيادة للمواد الطبيعية على مستوى. سنعود إلى هذه النقطة لاحقا دكتور الحدوسي، بعد أن نربط الاتصال الهاتفي المباشر مع وسيلة بوشارب موفد التلفزيون الجزائري إلى قطر للحديث عن أهمية قمة الجزائر التي تأتي بعد قمة قطر قبل أعوام. وسيلة، مساء الخير. مساء الخير عفاف.
أهلا بك وسيلة. انطلاقا من مخرجات القمة السابقة التي انعقدت لهذا المنتدى في دولة قطر الشقيقة والتي أبرزت دور وأهمية الغاز في التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، ما هو المأمول اليوم من قمة الجزائر في دعم هذه الصيرورة؟ مساء الخير مجددا عفاف، تحية ليك وللأساتذة الكرام الحاضرين معك. في الحقيقة قمة الجزائر تبدأ حيث انتهت قمة الدوحة السادسة في 22 فبراير 2022، حيث اختتمت القمة ببيان فيه 22 بند. لكن هذه القمة تميزت بعدد من المداخلات القوية، لا سيما لأمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي كانت له مداخلة قوية جدا خلال هذه القمة السادسة، حيث ركز السيد الرئيس على ضرورة إرساء ثقافة الحوار داخل المنتدى بين المنتجين والمستهلكين، وأشار إلى نقطة مهمة أيضا، ضرورة إعادة تفعيل المنتدى. قطر عفاف، في الحقيقة استفزني الأستاذ المحاضر لما تدخل وتكلم عن قطر. قطر لها تجربة خاصة متميزة على جميع الأصعدة وخاصة في صناعة الغاز. لماذا؟ لأن الغاز دخل متأخرا جدا إلى قطر، والأستاذ يقدر يأكد هذا الكلام. قطر تحتل اليوم الصدارة من حيث الإنتاج واحتياطي الغاز باحتياطي يقدر أزيد من 840 تريليون متر مكعب، وهي الأولى عربيا على كل من هذه الناحية، ناحية الاحتياطات. لكن قطر كانت دولة مفلسة وعلى وشك الإعلان عن إفلاسها، فحدثت نقطة تحول وتحولت من دولة مفلسة إلى دولة رائدة في صناعة الغاز. ممكن الأساتذة الكرام يقدروا يعطيوك تفاصيل عن نقطة التحول هذه. قطر استثمرت مؤخرا في منذ سنوات في الحقيقة في حقل يعد أكبر الحقول لإنتاج الغاز في العالم، وهو حقل الشمال بالشراكة مع جارتها إيران. هذا الحقل يمتد على مسافة 6000 كيلومتر، ويمثل نصف مساحة قطر. مخزونه من احتياطه من الغاز هائل، أزيد من 900 مليون. وسيلة، عذرا على المقاطعة، كيف ينظر المراقبون وخبراء الطاقة اليوم إلى قمة الجزائر التي تسعى إلى تجسيد هب وأبرز الرهانات الخاصة بتسقيف الأسعار والبحث عن شراكات تضمن الإمدادات الطاقوية؟ شوفي، كل الخبراء اللي التقينا بهم خبراء من طراز عالمي، يعني متفقون في بعض النقاط حتى ولو اختلفوا في البعض الآخر. النقاط المشتركة المتفق عليها أن المنتدى أو القمة لن تتدخل بصفة مباشرة في تسقيف الأسعار أو على الأسعار، على الأقل لن تؤثر بطريقة مباشرة عن الأسعار، لكنها بفضل سياسة الحوار والتنسيق ما بين المنتجين ستضمن استقرار الأسواق، وهم في هذه النقطة بالذات يعولون كثيرا على دور الجزائر التي تمارس منذ سنوات وكسبت خبرة في التفاوض وفي الحكمة وفي إرساء لغة الحوار، خصوصا خاصة في الأوبك بلاس، اكتسبت هذه الخبرة ووظفتها في منتدى الجي اي سي اف. فيثمنون انعقاد القمة في الجزائر على خلفية الدور الريادي للجزائر في إدارتها كذا أحداث عالمية، في إحداث التوافقات من بين مختلف المنتجين. هذا المنتدى فيها حاجة غريبة جدا عفاف، وهو أنه يحتضن في نفس الفضاء المنتجين المتنافسين على الغاز، لكن لا يحمل
خصومات أو عداوات ما بينهم. هناك الكثير من التوافقات، حتى تشكيلة المنتدى في حد ذاتها فيها توافقات سياسية. انظري الجزائر، موسكو، طهران، فنزويلا، يعني كان توافقات سياسية نوعا ما، لكن المنتدى يعمل على إبقاء هذا الفضاء خارج تجاذبات السياسية ويرفض التأثر بها أو التأثير فيها مباشرة. فيأملون الكثير من هذه القمة بصراحة. شكرا جزيلا لك وسيلة بوشارب، موفدة التلفزيون الجزائري إلى دولة قطر الشقيقة، على هذه المداخلة القيمة. أعود إليك دكتور شقروش. كما قالت الزميلة وسيلة بوشارب، الكثير يعول من هذه الدول، من دول المنتدى ومن دول العالم، يعول على الجزائر التي تستضيف لأول مرة هذه القمة أو قمة هذا المنتدى، لتلعب دورا حساسا واستراتيجيا في تجسيد الرهانات المطروحة. صحيح أن أهمية الجزائر تتمثل في أولا مواقف سياسية للقيادة، قيادة البلاد وقيادة سوناتراك. كل الأعمال التي تتم في الجزائر هي مبنية على الحوار والتقارب بين كل النشطاء في سوق الغاز. لكن كان يوجد هناك كذلك شيء مكمل لهذه القدرات في الحوار وفي تقريب المواقف، هي قدرة الجزائر التقنية. ولابد أن تسمحين نطول نكلم هذه الفكرة، أن صناعة الغاز لا يمكن أن تتطور وأن تتقدم في إطار الصراع أو التنافس. من صنع هذه الفكرة، فكرة أن صناعة الغاز تتطلب عقود بعيدة المدى، الأجل. نعم. بعيدة المدى يسمى بالإنجليزية تيكوربي. هذه الفكرة سمحت أولا للجزائر، لأن مهمة الجزائر، لأن كل شيء جرب في الجزائر بطريقة ذكية في مصلحة الجزائر وفي مصلحة الدول المصدر الغاز. كانوا يأتوا من روسيا ليتعلموا، يناقشون مع سوناتراك هذه القضايا، يأتوا من قطر يتعلموا هذه الفكرة إلى آخره. إذن اليوم هناك جيوسياسيين ضرب لهذا المبدأ. معناه الجزائر عندها عقود مع إيطاليا مثلا، مع إسبانيا، مع دول أخرى. إذا نحذف هذه العقود يسمح لكل بلد أن تصدر. انظر مثلا إسبانيا، لما وقعت مشاكل بين الجزائر وفرنسا، بين الجزائر وإسبانيا، في يومين دخل الغاز الصخري الأمريكي إلى إسبانيا. تصوري نفس القضية في إيطاليا. الجزائر تصدر ما يعادل 27 مليار متر مكعب. إذا فتحت السوق بطريقة فوضوية، لأن كان هناك فكرة، الفكرة التي تروج إليها الجزائر تاريخيا، وروسيا وقطر والنيجر ونيجيريا وإيران، هي فكرة التعاقد. هناك أنبوب بيني وبينك، بين الجزائر وإسبانيا، بين الجزائر وهلوم جرة، تطبق هذا المبدأ فعلى كل الدول. هناك أنبوب يصدر الكميات، كمية الغاز، والدول تدفع الثمن. نأتي إلى فكر ليبرالي المهدم، نحذف العقود. إذا حذفنا العقود لأن الناس لم يعرفوش أن الاحتياط الدولي للغاز يكفي لألف سنين. منطقة الكوكاس، منطقة القزوين بيلاروسيا، 80 ألف مليار. منطقة الخليج 80 ألف مليار. منطقة شمال إفريقيا، أقول شمال إفريقيا العمود الفقري هي الجزائر، مصر، نيجيريا، ما يعادل 60 مليار. إذن لو كان هناك تنافس
فوضوي شمال إفريقيا باستطاعتها أن تصدر وتقضي على كل الآخرين. لكن الفكر المتطور في الجزائر في بداية السبعينات الثمانينات هي فكرة نتقاسم. نعم. الكلمة هذه موجودة في توجيه أو خطاب رئيس الجمهورية، نتقاسم. لك الفائدة وللفائدة. لك الإنتاج ولي حق الإنتاج. تقاسم المصالح والمنافع. صحيح. دكتور الحيدوسي، دور حساس واستراتيجي منوط أو يعني مسنود للجزائر في تقريب وجهات النظر بين الفاعلين في الساحة التقوية ربما من خلال هذا المنتدى، بالنظر إلى خبرتها، إلى مكانتها، إلى موقعها أيضا. فعلا مثل ما أشرتي أن الجزائر دائما ما كانت تلعب دور الوساطة، سواء على القضايا مستوى القضايا السياسية أو حتى على مستوى القضايا الاقتصادية، وشاهدنا حتى على مستوى منظمة أوبك كيف استطاعت أن تقرب وجهات النظر بين الدول في محطات سابقة، واستطاعت أن حتى أن تضبط سوق البترول على مستوى العالم. اليوم من خلال تجربتها الرائدة في هذا المجال تريد أن تعطيها إلى هذا المنتدى، منتدى الدول المصدرة للغاز، خاصة أن أول قمة ما تعقد في الجزائر وباجتماع رؤساء القادة الدول المصدرة للغاز. صحيح أن الجزائر كانت لديها اجتماعات سابقة للمنتدى في الجزائر واجتماعات تنسيقية سابقة، لكن الدور هذه المرة دور كبير جدا، خاصة كما قلنا الظروف دولية كبيرة، وكذلك على مستوى الداخل. اليوم الجزائر بإمكانيات كبيرة، سواء على مستوى الاحتياطات فيما يخص الغاز الصخري أو حتى على مستوى الغاز الطبيعي، كذلك على مستوى اليوم البنية التحتية. الجزائر استثمرت كثيرا في هذا المجال في السنوات القليلة الماضية، جعلها في مراتب جد متقدمة، خاصة حدث عن تسييل الغاز. اليوم استطاعت أن تصبح في المرتبة الأولى إفريقيا بعد أن أزاحت جنوب أو نيجيريا من المرتبة الأولى. كذلك على مستوى نمو معدلات التصدير، واستطاعت أن تحتل المراتب الأولى عربيا على هذا المجال. وبالتالي هذه المكانة الكبيرة جدا اللي احتلتها الجزائر. وتحدث الأستاذ عن تسييل الغاز. الجزائر منذ 1964 كانت عبارة عن قبلة ومحج للدول التي تريد أن تدخل في مجال تسييل الغاز. والشيء الجميل أن الجزائر لم تحتكر هذه التجربة وتقاسمتها، وتحدث حتى رئيس الجمهورية خلال كلمته الترحيبية عن تبادل الخبرات بين الدول، وهذا شيء ليس ببعيد عن التجربة الجزائرية أنها تقدم خبراتها للغير. اليوم من خلال كذلك اليوم هذه المكانة أعطيت للجزائر، وأكد ذلك أن الدول المصدرة للغاز وضعت هذا المعهد الخاص بصناعة الغاز اليوم في الجزائر، ليؤكد خلال هذه القبلة. نعم، ليؤكد المكانة والدور الريادي الذي تلعبه الجزائر حاليا وعلى المستقبل، خاصة أنها قريبة من أهم الأسواق على مستوى العالم هو السوق الأوروبي. نعم. دكتور ضربي، تحدث قبل قليل الدكتور شقروش وقال أن صناعة الغاز لا يمكن أن تتطور بين التنافسية والصناعة. صراع قمة الجزائر أين هي بين هذين المعطيين؟ نعم، هو التنافس بعيد جدا عن الصراع، لأن الصراع تستعمل فيه كل الآليات وكل الاستراتيجيات المتاحة الممكنة، سواء كانت قانونية أو غير قانونية. ولكن عندما تحدث عن التنافسية الطبيعية التجارية أو الاقتصادية، هو شيء محمود لتطوير وترقية العلاقات التجارية ما بين الدول في كل القطاعات بما فيها الغاز. الجزائر أستاذتي الكريمة، حتى نكون واضحين جدا، كل الدول الحاضرة الآن هي دول نشطة جدا في مجال الغاز، خاصة وأن القطاع جد حساس في هذه المرحلة بالذات للعديد من الاعتبارات ذات الطابع السياسي والدبلوماسي والعسكري والأمني أكثر منه اقتصادي وتجاري. لذلك الجزائر على غرار كل الدول الحاضرة، وهذا يعني واضح للجميع، على أنها سوف تقدم العديد من المقترحات على غرار الدول الحاضرة، سوف تقدم العديد من المقترحات والآليات والبرامج وغير ذلك. ولكن الهدف الواحد والوحيد الذي ينتظر من المشاركين ومن كل دول العالم، وهو يعني مسؤولية الجزائر، وينتظر أن تحققه الجزائر بامتياز. لو تتذكرين أستاذتي الكريمة، عند بيان القمة العربية في الجزائر أمام وسائل الإعلام، كان تكلم الأمين العام أبو الغيط، قال جملة جد مهمة سيذكرها التاريخ كثيرا، قال لأول مرة
لأول مرة في جامعة الدول العربية منذ تأسيسها لم نشهد اتفاق كامل وشامل على جدول الأعمال مثل ما حدث في الجزائر، لم يكن فيه ولا واحد تحفظ، ليس رفض بل تحفظ لم يكن موجود. هذا ما ينتظره العديد من دول العالم سواء المصدرة أو المستهلكة من قمة الجزائر. يعني ينتظر من هذا المنتدى بإشراف وتنسيق ورعاية الجزائر على أن يخرج باتفاق شامل وكامل ما بين الدول على جدول أعمال. جدول الأعمال سيكون بطبيعة الحال لديه الجانب التقني الاقتصادي للمنظومة، منظومة الغاز بطبيعة الحال سوف تكون تحديد غايات وأهداف واستراتيجيات سواء متوسطة أو طويلة الأمد، وأيضا آليات وبرامج تنفيذ مخرجات منتدى الجزائر. كل هذا يجب أن يلف بتقريب وجهات النظر، وهذا ما تبدع فيه الجزائر، ليس تبدع فيه من باب القدرة فقط، ولكن تبدع فيه على اعتبار أن الجزائر تملك من الرصيد الخبراتي في المجال ما يؤهلها لقيادة المنظومة داخل المنتدى لتحقيق الغايات الأسمى في خلق شراكات مستدامة ثابتة للجميع. أيضا الجزائر تملك في رصيدها من الثقة باتجاه كل دول العالم ما يؤهلها على أن تكون قاطرة لباقي الدول. الجزائر لم تبحث، يذكر التاريخ والجميع يعلم على أن الجزائر تبحث عن المصلحة الإقليمية والدولية لا على المصلحة الفردية، يعني مصلحة الدول على حساب المجموعة الدولية. نعم. الجزائر تبحث عن ضبط وسن وتشريع وبعد وتنفيذ القوانين والمواثيق الدولية بما يخدم شعوب العالم ودول وحكومات العالم على السواء على مبدأ الربحية للجميع. الجزائر سوف تبحث أيضا مع الدول عن نقطتين أساسيتين أختم لك، هو التوازن فيما يخص كل الضرورات والمتطلبات لإدارة صناعة الغاز في المستقبل، وأيضا سوف تبحث عن الانطلاقة وهو تحقيق الاستقرار واختزال هذا الصراع الذي بدأ يتوسع بشكل كبير جدا جدا، خاصة عندما نجد على أنه دول كبرى تستفيد من زيادة مستويات الصراع. عندما نتحدث عن أمريكا مثلا، أمريكا تبحث عن زيادة الفجوات بين الدول المصدرة في حد ذاتها وما بين الدول المصدرة والدول المستهلكة بشكل كبير، لأنها تبحث عن استغلال هذه الفجوة وهذه المساحة لتحقيق المردودية لقطاع الغاز، خاصة وأن أمريكا تستثمر أموال ضخمة جدا في القطاع لأنها تتكلم أو تستغل الغاز الصخري. لذلك أمريكا سوف تبحث الكثير في هذا المجال لتوسيع هذه الفجوة بشكل أكبر. ولكن الشيء الأقوى في المنتدى على أنه الدول الكبرى في هذا القطاع كلها موجودة وأكدت مشاركتها في القمة في منتدى الجزائر، وحضورها سوف يكون على أعلى مستوى. لذلك النتائج تنتظر أن تكون ذات إيقاع على منظومة الغاز عالمياً، وهو ما تتأهل له الجزائر بقيادتها من خلال تقريب وجهات النظر وإعطاء الرؤية الموحدة لتحقيق الربحية للجميع وتحقيق الاستقرار العالمي لمنظومة الغاز التي لا يمكن التلاعب بها، خاصة ونحن نتحدث عن تغير مناخي ودخلت الأمم المتحدة على الخط عندما تتكلم عن التغير المناخي، والغاز يحسب على أنه تلك المادة الأحفورية الأنظف. نعم. التي تعتبر يعني استغلال، يعني يعتبر استغلال الغاز هو شبه مرحلة انتقالية ما بين المواد الطاقات النافذة والطاقات المستدامة. لذلك مهم جدا جدا توحيد وجهات النظر، خاصة وأني قلت لك حتى الأمم المتحدة سوف تكون يعني تلقي بدلالها على المنتدى بشكل كبير نحو هذا التوجه. نعم. سأعود إلى ذلك بعد أن نتابع هذا الحوار الذي أجرته الزميلة حنان بورايو من فنزويلا مع السيد كارلوس كانيلون رئيس المدير العام لمعهد الأبحاث البترول والغاز بفنزويلا.
إذا طبعا نتواصل معكم من الجمهورية البوليفارية الفنزويلية وبالضبط من NTVP وهو المعهد الوطني للأبحاث التكنولوجية التابع للشركة الفنزويلية للنفط، ويحضر معي السيد كارلوس كانتيلون وهو رئيس معهد الأبحاث التكنولوجية في النفط والبتروكيمياء. إذا وسوف أسأله عن الأهمية الاستراتيجية لانعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز الذي سينعقد بالجزائر خلال الأيام المقبلة، وما الذي تنتظره فنزويلا من هذه القمة؟ سينيور كارلوس بنفينيدو، alors quelle est l'importance stratégique de célébrer la septième cumbre des foros des países exportadores de gas en Argelia? Desde el Centro de Investigación de Petróleos de Venezuela queremos saludar la importancia estratégica para el mundo. El tema del gas es estratégico y es muy importante para la seguridad energética mundial. Sí. Entonces, desde el Centro Tecnológico hacemos un reconocimiento al esfuerzo de Argelia para contribuir y fortalecer este importante recurso energético del mundo. إذن ضيفي يقول بأن هذه القمة لها أهمية كبيرة خاصة في مجال الغاز، وخاصة أيضا فيما بالنسبة للبلدان الأعضاء في هذا المنتدى، وبالنسبة أيضا لتطوير الشراكات والعلاقات من أجل استغلال هذه الثروة الطبيعية بما يخدم بلدان المنتدى. إذن وسوف أسأله السؤال الثاني والمتعلق ب يعني ما هو مستقبل الغاز في ظل ما نتحدث عنه اليوم من تحول طاقوي. سينيور ¿Cómo ve el futuro de gas ante la transición energética? Desde el punto de vista de la transición energética, el tema del gas es fundamental. Es el principal recurso para lo que garantizar una seguridad energética y una diversificación para el tratamiento de la crisis mundial ambiental. Gracias. إذن يقول بأن يعني مهما يكون هناك تحول طاقوي لا نستطيع يعني تجاوز أهمية الغاز كطاقة طبيعية وكثروة طبيعية مهمة جدا في كل ما يتعلق بصناعات في كل بلدان العالم. وأيضا سوف أسأله حول يعني منتدى الدول المصدرة للغاز سوف يشهد نشاطات عديدة ومنها تدشين مقر معهد الأبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والذي سوف يكون مقره بالجزائر. إذن señor Carlos, un programa muy importante que Argelia ha elaborado para esta cumbre. Sabemos la inauguración de la sede del Instituto de Investigación de Gas del Foro de Países Exportadores de Gas. Ahora, ¿cómo contribuye y se beneficiará de este logro estratégico? Creo que es uno de los logros más importantes del Foro de Países Exportadores de Gas. Este establecimiento de un instituto de investigación. Toda la parte energética está basada en la ciencia y en la tecnología, en el conocimiento. Venezuela y desde PDVSA INTEVEP hemos hecho todo el esfuerzo por impulsar este gran centro tecnológico que sin lugar a dudas va a fortalecer la competencia de todos los países del foro de países exportadores de gas. Gracias, Carlos. إذن يعني وحول تدشين معهد الأبحاث الغازية بالجزائر يقول بأنه مكسب مهم جدا بالنسبة للجزائر وبالنسبة للدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، وسوف يعزز الشراكات والأبحاث في مجال الغاز، وسوف يطور أيضا الخبرات المتواجدة في كلتا البلدين، علما بأن فنزويلا تكتنز أيضا مؤهلات مهمة في الأبحاث الغازية. شكرا. إذا كانت هذه مداخلة للسيد الرئيس المدير العام لمعهد NTV بفنزويلا العاصمة كاراكاس. شكرا وإليكم. شكرا للزميلة حنان براي ولضيفها الكريم على هذه المداخلة القيمة، التعويل على قمة الجزائر برهاناتها واستراتيجيتها في تقريب وجهات النظر لتحقيق الأهداف المسطرة من هذا المنتدى. يظهر أيضا في تصريح لأحد الخبراء الروس، خبراء الطاقة الروس، في التعويل على قمة الجزائر في تقوية تأثير المنتدى في ميكروفون الزميلة سعيدة معيوف. إن احتضان الجزائر للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز يعكس جليا الدور البارز الذي تلعبه ضمن المنتدى كونها عضوا مؤسس، وأنا أعتقد أن التوصيات التي سيخرج بها المشاركون من أرض الجزائر سوف يكون لها صدى إيجابي على مستقبل الغاز العالمي.
شكرا أيضا لزميلة سعيدة معيوف على هذا التصريح لأحد الخبراء الروس الدكتور شقروش. نتحدث اليوم عن أهمية هذه القمة في التأكيد على أهمية الغاز كمادة حيوية يجب الاحتفاظ بها في ظل يعني برز هذا الاهتمام بها أكثر بعد الأزمة الأوكرانية الروسية. ما هي نقاط القوة في هذه المادة الحيوية وما أهمية المطالبة بالسيادة الطاقوية خلال قمة الجزائر؟ هي أولا قضية أنا كشخص يعني مهندس في الغاز، تخرجت من أكبر معهد للتكوين في الغاز، إذن أعرف الأمر بالتدقيق قبل ما أكون أستاذ أو خبير. الغاز هي مادة طاقة وعنصر سيادة. أولا مادة ممكن تنجي من الغاز ما تريد. إما الجزائر كانت تصدر نوعا ما الغاز الطبيعي الإجمالي. تفطنوا المهندسين الجزائريين على مستوى سوناتراك بأن لابد أن ننزع من هذا الغاز المصدر ما يسمى بمادة الإليوم. اليوم هذا غاز نبيل من أغلى الغازات، يستعمل في الطب ويستعمل في الصواريخ. صنعت الجزائر مصنع في أرزو لهذا الغرض. تصورين فطنة لدى المهندسين الجزائريين. كذلك نقطة أخرى مهمة، تفطنت الجزائر في بداية الأمر أن لا يمكن أن تتطور صناعة الغاز إلا بالعقود، علميا تقنيا في أكبر كليات شيكاغو وكامبريدج هذا الأمر محسوب. التنافس داخل العقد. لماذا الآن كل الدول تنظر إلى الجزائر؟ لأن الجزائر دولة الوحيدة دولة الوحيدة اللي عندها آلاف المهندسين في هذا المجال، في هذا المجال. نعم. يعني بومرداس، كلية بومرداس للمحروقات كونت آلاف المهندسين، زيادة بطبيعة الحال عن الجامعات، عن معهد الحراش، معاهد كثيرة في مواد ثانوية. لكن في المحروقات، في محروقات هناك نوع من إطارات يعني بما فيهم يخدموا في سوناتراك، ومن بعد خرجوا من سوناتراك يوجدوا يعملوا في أي مكان بما فيهم الحكومة وغير الحكومة. إذن التوجه لهذا الملتقى والنظرة لهذا الملتقى حتميا سيخرج أو يخرج منه نتائج كبيرة. أنا في اعتقادي المبدأ الأول هي الدفاع وحماية العقود التجارية بعيدة المدى. الجزائر وروسيا وقطر وإيران وكل الدول التاريخية ما يسمى التاريخية تريد الدفاع والحماية. هذه ممكن المنتدى يقول لا تجارة إلا بعقود الأمل. هذا شيء من أروع الأشياء. ثانيا السيادة سيادة الغاز على المناج على منابع الغاز، الغاز لأهل الغاز. أنت تصدر التكنولوجيا والسيارات، أنا أصدر الغاز ومشتقات، ولي السيادة على المولد. والمفيد في العلاقة بين الدول، بين المستهلك وبين المنتج، هو اتفاق حول سعر ثابت وعادل، سعر خاصة عادل يحمي الفائدة المنتج وفائدة المستهلك. والنقطة الثالثة والمهمة هو حماية الأنابيب. حماية الأنابيب لأن أي دولة ممكن تعرض أمن الطاقة إلى الخطر. لا سمح الله، تصوري نقول في نورفاجا زي بايب انبوب يأخذ 10 ملاير متر كوب يخرب كما خرب ستريم 1 ستريم 2. حماية الأنابيب هذا شيء يكلف الدول، كل الدول
أموال كثيرة من أجل الحماية. إذن المنتدى يأخذ قرار من أجل حماية الأنابيب. طيب دكتور ضربي، دبلوماسية الغاز اليوم والتعويل عليها في حماية أو الحفاظ على سيادة الدول والاستفادة من ثرواتها يمكن التركيز عليها بأولوية خلال قمة الجزائر. زيادة مستويات الأهمية الغاز عالميا التي أوصلته الآن حتى نتحدث عن مصطلح السيادة الوطنية والسيادة القومية وغير ذلك في من خلال الأحقية على الموارد المختلفة لأي دولة أو أحقية دول أخرى في الحصول على هذه المادة للحفاظ على ديبوبتها ومستويات النمو الاقتصادي وغير ذلك، متأتية لضرورة أهمية الغاز. نحن نتناول منذ تقريبا يعني سنتين الآن هذا الصراع في مجال الغاز على اعتبار واحد فقط، نركز على أزمة روسيا وأوكرانيا باعتبار أنه دخلت هذه المادة في الصراع الحربي كمادة طاقوية ما بين روسيا وأوروبا. هذا ما جعل مادة الغاز تأخذ أهمية، ولكن المعالجة الإعلامية للموضوع على المستوى الدولي اختزلت الأهميات الأخرى أو الضرورات الأخرى لمادة الغاز في هذه النقطة وتوقفنا هنا. نعم. ولكن الأهمية المتأتية حتى أوصلتنا أنه نتكلم عن السيادة فيما يخص مادة الغاز، يجب أن ندرك أولا، ننطلق نقطة بنقطة، ننطلق من البداية. أهمية مادة الغاز متأتية على أنه كان هو المادة رقم واحد في القضاء على استعمالات الفحم والمفاعلات النووية في إنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع وغير ذلك. نعم. خاصة في الاتحاد الأوروبي الذي تعتبر مصانعه هي قلب التصنيع عالميا. فهذه النقطة رقم واحد لأهمية الغاز. اثنين، أهمية الغاز في حد ذاته كمادة أحفورية نظيفة وأرخص سعرا بالمقارنة مع باقي المواد وسهلة النقل والاستغلال وغير ذلك، هذا ما يجعل مستويات الصراع التنافسية تنطلق إلى حد الصراع. ثم نتكلم عن نقطة ثالثة جد مهمة، عندما نجد أن مادة الغاز على ما أتذكر حتى لا أخطئ على أنه نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تمثل 17% بالمقارنة مع المواد النفطية الأخرى وأقل بكثير من مادة الفحم، هنا ندرك على أن الدول التي تريد القضاء والامتثال للاتفاقية الإطارية للمناخ للأمم المتحدة تريد التوجه بقوة نحو هذه المادة حتى تبتعد عن التأثير على البيئة والمناخ وغير ذلك. عندما نجد أيضا أن هذه المادة هي مادة داخلة بشكل أساسي في صناعة الطاقات المتجددة تصبح الأهمية أكثر وأضعاف مضاعفة. لذلك فقط نحن ركزنا على أزمة الاتحاد الأوروبي مع روسيا كصراع حربي، صراع عسكري تدخل فيه كل الأطر، فأعطينا الأهمية لهذه النقطة على باقي النقاط الأخرى. دكتور الحدوسي، الحديث أيضا عن دور الغاز في هذا الانتقال الطاقوي العالمي اليوم، ما هو مستقبله في ذلك في ظل هذا التحول الطاقوي وأيضا في مجال محاربة الطاقات، محاربة التغيرات المناخية التي ينظر للغاز على أنه كما تفضل الدكتور ضروي طاقة صديق. نظيفة وصديقة صديق للبيئة. في اعتقادي أن للغاز مستقبل مهم جدا في السنوات القليلة القادمة، وقد أثبت ذلك الدراسة التي قام بها المعهد الذي سيتم إنشاؤه أو المعهد الذي سيتم المعهد الدولي للطاقة. نعم، المعهد الدولي للطاقة وكذلك المعهد المتخصص في الغاز قام بدراسات أول واستشرافية تحضيرا لهذه القمة، واستشرف أنه إلى غاية 2050 سيصبح الغاز يمثل أكثر من 26% في المزيج الطاقوي على مستوى العالم، وانطلاقا من اليوم في حدود 21 أو 22%، وهذا دلالة على أن مكانة الغاز ستتعاظم في السنوات القليلة القادمة. وكذلك ولما كثر الحديث عن الانتقال الطاقوي وقدنا القمم المتعلقة بالمناخ التي عقدت في السنوات القليلة الماضية وتحدثت عن انتقال طاقوي والاحتباس الحراري وتخفيض البصمة الكربونية، حدث أني بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وبعد الأزمات على مستوى العالم سواء في جنوب شرق آسيا أو حتى في المشرق العربي، ثبت أن الحديث عن انتقال طاقوي حاد كان حديث
حديثا مهول اكثر منه حقيقه بدليل ان نعم بدليل ان بمجرد هذه حدوث هذه الاحداث الكل عاد الى الفحم، الكل عاد الى الطاقه النوويه بعدما تخلى عن مفاعلات لسنوات طويله، وبالتالي الغاز. وربما في اعتقادي ان هذه الدول وخاصه نتحدث عن اكبر الاسواق السوق الاوروبيه خاصه في 2016 و2017 عندما كانت تمارس نوع من الضغوط النفسيه على الاسواق من خلال المقالات الصحفيه ومن خلال الاعلام على انها خاصه نتحدث عن الجزائر كمورد مهم لاوروبا في مجال الغاز انها لن تجدد عقودها مع الجزائر في 2019، ولكن المقاربه الجزائريه التي تتحدث عن العقود الطويله الاجل، لان العقود الطويله الاجل سترتبط باستثمارات والاستثمارات هي التي تضمن، وتحدث عن الاستثمارات تحدث عن التمويل، تدفق التمويلات على الاستثمارات، لان حقول الغاز تحتاج الى اموال كبيره وتحتاج الى سنوات طويله، نتحدث من اجل انضاج حقل غازي يحتاج الى بين 7 إلى 10 سنوات، وهذه مده يعني مهمه جدا، بالتالي يجب تحضير الارضيه وتحضير الاستثمارات. لذلك الجزائر كانت دائما تطالب بالعقود الطويله الاجل، وهذا ما يعني حنكة الجزائر ورؤيه الجزائر هي التي في الاخير انقذت اوروبا بعد الهزات الطاقويه التي حدثت في السنوات الاخيره. اذا من خلال هذا المقاربه والمقاربه كذلك البيئيه بدءا من اتفاقيه كيوتو في اليابان الى 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 الى, إلى بونورام بباريس ثم غلاسكو ثم القاهره ثم دبي وفي العام القادم في المانيا، كلها تتحدث عن الانتقال الطاقوي والبسمه الكربونيه، وسيكون الغاز هو مثلما اشارت الجزائر هو الجسر الذي ينتقل العالم عبره الى انتقال الى الى الى, إلى طاقه نظيفه وانتقال طاقوي سلس يمر عبر سنوات طويله ربما حتى 100 سنة، وليس انتقال حاد يقضي على الطاقات الاحفوريه، بل ما زالت حتى من الناحيه الاقتصاديه الوقود الاحفوري رغم انه الكلام الكثير الذي قال ما زال من الناحيه الاقتصاديه هو اكثر نجاعه واكثر فائده بالنسبه للدول، والحديث عن طاقه شمسيه ما زال بعيد او طاقه الرياح او من ناحيه سواء من حيث التكلفه او من حيث القوه على تحريك المصانع وتحريك العجله الاقتصاديه. نعم. والتوجه يعني نحو هذه المقاربه في المزيج الطاقوي. دكتور شقروش، هل يملك المنتدى اليوم من خلال قمه الجزائر كل الاليات لفرض أجندة معينة أو منطق معين لانتقال طاقوي سلس في العالم؟ لا، في اعتقادي لحد الآن لا. الفكرة البدائية بدأت في الجزائر في 2011، بدأت في الجزائر، كان نظرة الجزائر للمستقبل مبنية على ماذا سيكون غدا. الإطارات في الجزائر فكروا في قضية خلق ميكانيزمات تسمح للدول المنتجة للغاز أن تدافع عن مصالحها الاستراتيجية. نعم. لأن في بداية الأمر لما أوروبا توجهت في بماستريتش لفتح السوق العربية، طالبت بإلغاء في العقود بعيدة المدى، إلغاء ما يسمى ب كلوز مبدأ تيكوربي، هذا تأخذ أنا ننتج إذا وأنت متعاقد معي تأخذ الكميات أو تدفع الثمن. أوروبا كانت رافضة للشيء هذا لأن التصنيع لم تستثمر في مصانع كبيرة وبالمليارات لابد أن تدفع كذلك الثمن. النقطة الثانية مهمة واستعملتها إسبانيا مؤخرا هي قضية أن الغاز الروسي والجزائري والإيراني والقطري موجه إلى بلد يمنح توجيهه إلى بلد آخر. النقطة هذه تأتي الآن أن المنتدى
سيتوجه لخلق هذه الميكانيزمات. نعم نعم، عذرا دكتور شقروش، لابد أن نتوجه للدكتور دروي في آخر سؤال. هل يمكن أن يطرح أيضا أو تطرح مسألة تحول هذا المنتدى إلى منظمة تخدم وتنصف مصالح الدول المنتجة، يعني على غرار أوبك وأوبك بلس؟ نعم، فقط حتى أجيبك أضيف لما قاله أستاذي الكريم، عندما نتحدث عن مخرجات منتدى الجزائر هي لن تكون يعني مؤثرة بنسبة 100%، لأن هذا سوق عالمية تتحكم فيها العديد من الدواخل المختلفة، بعيدا حتى عن الجانب الاقتصادي والتجاري، سياسي ودبلوماسي وغير ذلك. ولكن تبقى مخرجات قمة الجزائر محورية عالميا، وسوف تكون مؤثرة بنسبة كبيرة اعتبارا من الطروحات الجزائرية المبنية على تشكيل المجموعة العالمية وفقا لأهداف وغايات محددة لضمان استدامة واستمرارية سوق الغاز وفق التنافسية الطبيعية التجارية بعيدا عن الصراعات. عندما نتحدث أيضا عن الجانب المتعلق بمنتدى الجزائر، كما تفضلت أيضا سوف نتحدث عن المخرجات التي سوف تبنى عليها المرحلة القادمة، المرحلة القادمة في صناعة وإدارة وتسيير شأن منظومة الغاز، للاعتبارات اللي كلمتك عنها قبل قليل على أنه يتداخل مع العديد من الاتفاقيات الدولية، سواء في البيئة والمناخ أو الانتقال الطاقوي أو القضاء على الابتعاد عن استغلال المفاعلات النووية. نعم. والمواد الأخرى التي تضر بالمنظومة العالمية المناخ والبيئة. نعم. وبشعوب العالم. أشكركم جزيلا الدكتور لاغا شقروش الخبير الطاقوي، والدكتور أحمد حدوسي الأستاذ الجامعي في الاستشراف الاقتصادي، والدكتور محمد شريف ذروي الخبير في التخطيط الاستراتيجي. شكرا لكم جميعا على الحضور وعلى الاستفاضة. فاصل قصير مشاهدينا، نتحول إلى الملف الدولي، ابقوا معنا. إلى تطورات العدوان الصهيوني على غزة، حيث ارتكب الاحتلال الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية 11 مجزرة راح ضحيتها 118 شهيدا وأصيب 163 جريحا، لترتفع حصيلة العدوان إلى 29313 شهيدا و 69333 جريحا، فيما لا يزال عدد الضحايا تحت الركام، لا يستطيع أو لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. يا الله، سبعت عجني. كانت هذه هي اللحظات الأولى التي احتضن فيها هذا المواطن الفلسطيني ابنته الشهيدة ليلاً، ولكنها لم تكن لحظة الوداع الأخيرة، بل ظل يحتضنها إلى أن تم تكفينها قبل مواراتها الثرى نهاراً. لحظات عاشها الرجل خلال ودايع عشرات الشهداء الآخرين الذين استشهدوا في غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوب القطاع. بنت أخوي عمرها سنة ونص، طفلة ما شافت شيء من الدنيا لسه، نستلمها في كيس جثة، إمها محامية إنسانة بتدافع حقوق الناس، والدها والدتها إخوتها، عيلة كاملة راحت، عمارة كاملة. ليش؟ إيش السبب؟ ما في أي سبب، فقط الرغبة في الإبادة، فقط الرغبة في أنه إفناء الشعب الفلسطيني. وهذا الكلام مش حيصير، إحنا قاعدين في الأرض هذه ومش طالعين منها. القصف الإسرائيلي على المدنيين تركز خلال الساعات الأخيرة على حي الزيتون بغزة ومدينة خان يونس ودير البلح والنصيرات، وارتفع معه أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين والمكلومين من عدوان لم يستثني أحدا. نطلع من البلكونة بنشوف إيش فيه، لقينا المنطقة كلها يعني الناس والجيران بتجمعوا عند بيت أهلي، فجيت أجري فلقيت إنه البيت مقصوف زي ما أنت شايف ومدمر بشكل كامل، وللأسف راحوا والدي ووالدتي الحمد لله رب العالمين، وكمان إخواتي 4 بنات وولد كلهم استشهدوا. أما هذه فهي منطقة المواصي في خان يونس المطلة على ساحل البحر غربا، والتي نزح إليها آلاف الفلسطينيين في الخيام،
ولكن الاحتلال أبى إلا أن يلاحقهم حتى في خيامهم وتوغل خلسة وقتل أكثر من 6 فلسطينيين واعتقل عشرات آخرين مخلفا دمارا واسعا في المنطقة ومحيطها من بينها المقر الرئيسي لمنظمة الأطباء بلا حدود. أطفالنا ناموا 8 ساعات كاملين على شط البحر من غير لا غطاء ولا الله يعني يكرمكم لا في رجلهم إشي ولا سويترات، ما أعطونا مجال لا ناخذ حرام ولا ناخذ غطاء ولا ناخذ أي حاجة. على رمل البحر بارد زي الثلج من 8:30 بالضبط للساعة 4:30 لما انسحب. فالحرب على غزة كشفت من جديد الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، والذي استخدم كل ما يمتلكه من ترسانة عسكرية لقتل المدنيين وحتى النازحين في خيامهم. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. لإثراء النقاش يحضر معنا في الاستوديو الدكتور محمد عليان، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك دكتور عليان، شكرا على قبول الدعوة. أهلا بك وتحية لك ولضيوفك الكرام. شكرا لك. كما يلتحق معنا عبر تقنية سكايب الدكتور إسماعيل خلف الله، المحامي والأستاذ في القانون الدولي. دكتور خلف الله، مساء الخير، شكرا لك على قبول الدعوة. مساء الخير أستاذة، أحييك وحي ضيف الكريم والسادة المشاهدين الكرام. شكرا لك أيضا على قبول الدعوة. قبل الاستفاضة مع ضيفي الكريمين أتحول مجددا لمراسلنا في غزة وسام أبو زيد. وسام، مساء الخير، ما يتكشف في غزة في اليوم 38 بعد 100 من هذا العدوان الهمجي لا مثيل له من حيث القسوة والشدة، ما هي تفاصيل المشهد اليوم؟ هي تفاصيل مؤلمة بالفعل، ونحن دخلنا في اليوم 39 بعد 100، يعني نتكلم عن ارتفاع دائم كل ساعة، هناك شهداء فلسطينيين. حتى وأنت تعد التقرير الإخباري وتعد الرسالة الإخبارية تكاد طائرات الاحتلال تقصف وهناك شهداء يسقطون واحدا تلو الآخر، بل وعشرات تلو العشرات. قبل قليل استشهاد 17 فلسطينيا في النصيرات، و هناك أيضا غارات متكررة على مدينة غزة ومنطقة جباليا، مخيم جباليا شمال القطاع، إضافة إلى مدينة رفح هنا أقصى جنوب القطاع. شن جيش الاحتلال ومقاتلاته الحربية غارتين على الأقل، وصلت بعض الإصابات إلى المستشفيات التي يعني تحاول أن تعمل بأقل من نصف إمكانياتها في ظل الظروف العصيبة منذ بدء هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الأعداد دائما مستمرة، الوضع يعني نستطيع أن نقول بأنها في كارثة حقيقية يعيشها الفلسطينيون. مدينة خان يونس الليلة الماضية كانت عنيفة أيضا على الفلسطينيين. منطقة على الساحل الغربي، منطقة المواصي، دخل عليها جيش الاحتلال خلسة وقام باعتقال عدد من النازحين الفلسطينيين في الخيام، ومن ثم اليوم أطلق سراح بعضهم وتم اعتقال بعض آخر، واستشهد 6 فلسطينيين على الأقل. تتكلم عن استمرار الجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية، ناهيك عن الجوع الذي ينهش بأجساد الفلسطينيين في المناطق الشمالية بالتحديد، ويمنع حتى هذه الساعة دخول كل المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق التي يتواجد فيها أكثر من 500,000 فلسطيني، يعني يتصدوا بصدورهم العارية لكل هذه الوحشية منذ أن بدأ هذا العدوان على القطاع. وسام، ما بين الشمال والجنوب هناك دائما ملامح سوداء لهذه المعاناة ولهذا الوضع الإنساني في غزة الكارثي. ضف إلى ذلك سياسة التجويع التي يعني لمسناها وشاهدنا اليوم صور مؤسفة لما يكابده الفلسطينيون والغزاويون في هذه الظروف الصعبة في سبيل ثنيهم عن الصمود وعن دعم المقاومة. بالفعل هي صور مؤلمة وصور موحشة وصور لا تليق بالفلسطينيين، لكن هذا الإحوال هو ديدن الاحتلال الإسرائيلي الذي يجبر هؤلاء الفلسطينيين في الشمال ويجبر حتى الفلسطينيين هنا في الجنوب وفي الوسط على الهجرة بطريقة أو بأخرى. يمنعهم عندما يقصف المستشفيات ويقصف المرافق العامة ويقصف المدارس ويقصف كل مرافق الحيوية للفلسطينيين والمنتزهات ويقصف المنازل ويمنع الطعام، هو يحاول أن يجبر الفلسطينيين على الهجرة إلى مكان آخر
خارج قطاع غزة، وهذا هو الهدف الرئيسي بمحاولة تفريغ هذه المنطقة السكانية المكتظة من حوالي 2,400,000 فلسطيني في قطاع غزة يعيشون، يحاول أن يجبر الفلسطينيين على التهجير بطريقة أو أخرى. إضافة إلى ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي قد غير أيضا من التضاريس حتى الجغرافية لقطاع غزة بإنشاء أحد شق الطرق من أقصى الجنوب من عند الحدود الشرقية لقطاع غزة إلى أقصى الغرب حوالي نتكلم عن 12 كيلو مترا أو ما بين 8 إلى 12 كيلو مترا على الأقل، إضافة إلى هدم مناطق عدة حتى يضعها على مرأى دبابات الاحتلال الإسرائيلي، وكأنه سيبقى لوقت طويل في قطاع غزة. وحتى هذه الساعة يتعنت في دخول المساعدات الإنسانية بحجة أو بأخرى، ويحاول أن يصنع المبررات والحجج الواهية لعدم دخول المساعدات حتى في قطاع غزة، حتى في المناطق الجنوبية هناك شح كبير في كثير من المساعدات الإنسانية والرئيسية والأساسية. إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يحاول حتى منع وكالة الغوث لتوجيه اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من استلامها مساعدات أو يضايق عليها ويمنع ويتهمها بمشاركة في 7 أكتوبر ويتهم موظفيها، وأكدت الأونروا أنها غير مسؤولة عن هذا الشيء وأنها قامت بالتحقيقات ولم يثبت أي هذا الشيء لا حتى هذه الساعة. فهو يحاول دائما أن يجبر الفلسطينيين على الخروج من قطاع غزة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون جملة وتفصيلة. الفلسطينيون ينتظرون فتح المناطق الشاملة للعودة إلى منازلهم وعلى أطلال منازلهم المدمرة، وليس لديهم أي نية الخروج من قطاع غزة، حتى وإن فكروا الخروج من قطاع غزة سيكون مؤقتا فقط ومن ثم سيعودوا إلى قطاع غزة. أشكرك جزيلا الزميل وسام أبو زيد مراسل التلفزيون الجزائري من غزة على هذه المتابعة. أعود إلى ضيفي الكريم في الأستوديو الدكتور عليان، كيف يمكن اليوم وصف حجم هذه الكارثة الإنسانية في غزة بمشاهد التجويع التي لا توصف وفي ظل أيضا التحذيرات من تفاقم هذه المجاعة؟ يعني للأسف الشديد، يعني ماذا عسانا أن نقول عن هذه الجرائم المرتكبة أمام مرأة ومسمع هذا العالم الذي بالأمس اجتمع مجلس الأمن للمرة الخامسة على التوالي والمرة الثالثة على التوالي، ويصطدم دائما أي قرار بوقف هذا العدوان حتى وقف هذا العدوان ولجمه من ناحية إنسانية. فمن ناحية إنسانية كان المشروع الجزائي مشروع القرار متوازن مع مراعاة كل مصالح العالم وكل مصالح العالم، وبالتالي يصطدم هذا للمرة الثالثة على التوالي يصطدم بالفيتو الأمريكي. ما هذا الصمت الرهيب من قبل هذا المنتظم الدولي الذي هو بالأساس من أجل حماية الإنسان وحماية الإنسانية؟ لماذا خلق هذا المنتظم الدولي؟ لحفاظ الأمن والسلم الدوليين. لهذا الحد يعني أمريكا تضرب عرض الحائط هذا وتفسد على هذا العالم هذا المنتظم الدولي الذي هو الكفيل الوحيد الذي يحمي الشعب الفلسطيني من هذه الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه كل يوم كل ساعة كل دقيقة. يموت أطفال فلسطين أمام مرمى ومسمع العالم. إلى متى؟ كم يريد هذا العالم أن يقتل من الشعب الفلسطيني لكي يوقف هذه الحرب وهذه المجزرة وهذه الجريمة الشنعاء الغير مسبوقة في تاريخ الإنسانية جمعاء، غير مسبوقة؟ هذا التصرف الوحشي الهمجي من قبل الآلة الصهيونية الحربية بحق الشعب الفلسطيني، هذه جريمة كارثية إنسانية يندى لها الجبين في كل العالم. لماذا هذا الصمت من قبل هذا المجتمع الدولي؟ إذا كان هذا المجتمع الدولي في هذا المنتظم الدولي الذي يرفع شعارات حماية حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا الطفل الذي يحلم مثل أطفال العالم يحلم بأن يعود إلى المدرسة ويحلم بأن يلعب مثل أطفال العالم، إلى متى سوف يوقفون هذا الدمار بحق الأطفال وبحق النساء وبحق الشباب؟ إلى متى؟ هل الشعب الفلسطيني هو خارج عن البشر؟ هل هو خارج عن البشر؟ لماذا كل هذا الصمت من قبل المجتمع الدولي؟
للأسف ومن قبل المنظومة العربية وخاصة أخص بالذكر هنا الصهاينة المطبعين العرب الذين إلى الآن لم يتخذوا مواقف فعلية تلجم هذا الاحتلال الصهيوني المجرم من أجل وقف هذا العدوان يا وقف هذا العدوان من أجل إنساني وليس من أجل سياسي. طيب دكتور عليان، نتحول إلى دكتور إسماعيل خلف الله من باريس بالحديث دائما عن هذه المعاناة الكارثية للغزاويين في هذه الظروف. دكتور خلف الله، معاناة قاسية عميقة في ظل منع وصول المساعدات اليوم إلى الفلسطينيين، من يتحمل المسؤولية في حرب الجوع هذه اليوم؟ من الواضح جدا بأن هذه سياسة أخرى، وهي سياسة التجويع، هي واضحة واضح جدا بأنها إبادة صامتة، وهي نوع آخر من أنواع الإبادة. فلم تكفي الصواريخ، لم يكفي القصف، لم يكفي استهداف المدنيين والمباني والمستشفيات، يزيد التفنن في سياسة التجويع. واضح جدا بأن اليوم قطاع غزة كله يعاني من سياسة التجويع. نعم. ممكن في الأشهر الأولى كانت شمال غزة، اليوم كل قطاع غزة بما فيه حتى الضفة الغربية، هذه السياسة مطبقة على بما وضاف لها ويضاف يعني. وهذا الذي ربما نطرح تساؤلات يعني حتى المجتمع الدولي، وهذه الدول التي آمنت بالتدليس وبالكذب الصهيوني فيما يتعلق بقضية الأونروا، على أن 12 موظف متهمون بأنهم شاركوا وساهموا في عملية 7 أكتوبر، كيف ل 12 موظف أن يعني والعدد يعني العدد الأونروا أعتقد هو يفوق 13,000، كيف يعني هذا 12 موظف هذا تعاقب كل الأونروا وكل، وثم أيضا حتى وإن قلنا هذا الأونروا التي على مستوى غزة، كيف يعني العقوبة تمتد للاجئين في دول في الأردن في سوريا في لبنان؟ هذه يعني هذا واضح بأن هناك استهداف ممنهج، لأن الحقيقة أن استهداف الأونروا كان له سبق، الاستهداف له سبق، ووجد هذا المبرر الواهي. وللأسف الدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي امتنعت على تقديم المساعدات، نعتقد بأنها تساهم بصورة أو بأخرى في هذه السياسة، سياسة التجويع، لأن الأطر الأخرى ربما فشل الاستهداف، فشلت سياسة الترهيب، فشلت السياسات القمعية، سياسات القتل والتدمير، ما زالت سياسة التجويع. الواضح بأن اليوم الشمال حقيقة شمال غزة هو خلاص يعني الوصف لم يعد يحتمل حتى وصف يعني الوضع المأساوي، لم يعد يعني لم نجد حتى مصطلح حتى نعطي هذا الوصف الحقيقي، لأن اليوم الأمراض لا وجود للأدوية، لا وجود للحليب الأطفال، لا وجود لحتى ما يسد به رمق هؤلاء الأطفال. اليوم الأمراض المنتشرة من جراء هذه المياه الملوثة، فالوضع حقيقة وضع كارثي. من يتحمل هذا؟ بكل تأكيد أولاً الدول، المجتمع الدولي، لأن هذا الخذلان وهذا المساهمة في هذه الجريمة، نعتقد أنها لا يمكن أن لا يكون لها مبرر، لا يمكن تبرير أي هذا الذين جمدوا المساعدات للأونروا، لا يمكن أن تكون لها مبرر. يجب اليوم المسؤولية ملقاة على هذه الدول، ملقاة على المنظمات الإنسانية، ملقاة أيضا على الأمم المتحدة. الأمم المتحدة يجب أن لا تتوقف، عندما نرى حقيقة أن الأمين العام للأمم المتحدة كانت له تصريحات واضحة من خلال هذه الإبادة ومن خلال ما تقوم به الآلة الصهيونية، ولكن
نريد أن تكون هذه التصريحات تترجم على في الميدان يعني دكتور خلف الله وهو المطلوب يعني لتغيير هذا الواقع وهذا القدر الذي حتم على الفلسطينيين دكتور عليان في ظل فشل هذه المؤسسات الدولية اليوم في ومنظمات الإغاثة في إيصال المساعدات المطلوبة وفي ظل التلويح بفتح جبهة رفح ما مآلات الأمور أكثر لو تحقق ذلك على الوضع الإنساني أيضا الأمور يعني رايحة إذا ما أقدم هذا الكيان الصهيوني المجرم على غزو رفح غزوا بريا مثلما يعني قرر أو اتخذ القرار لا أعرف هو يعني القرار يعني اتخذ هذا ما سيندر بكارثة وربما تتسع دائرة ورقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي تخرج عن سياقها المضبوط إلى حرب إقليمية غير مضبوطة لا يمكن السيطرة عليها وهذا يندر بتفاقم الأمور بشكل دراماتيكي يؤثر على صعيد العلاقات الدولية وربما يغير منطقة الشرق الأوسط كاملة إذا ما أقدم هذا الاحتلال المجرم على هذا القبيل إضافة إلى أنه الوضع الإنساني هو وضع كارثي بكل معنى الكلمة الآن يعني هم يحاربون الأونروا مثلما تطرق الأستاذ يعني يحاربون الأونروا وهذه الأونروا هي جاءت من أجل حماية اللاجئين الفلسطينيين لأنه هناك حق العودة إلى فلسطين هي نعم. أرضهم هناك يعني 5 مليون لاجئ فلسطيني في نعم. العالم نعم. في الشتات وبالتالي حسب قرارات الأمم المتحدة القرار 181 يجب أن يعود هؤلاء اللاجئين إلى أرضهم فلسطين وبالتالي هو محاربة هذه المنظومة من أجل باختصار شديد من أجل تصفية قضية اللاجئين لأنه جوهر القضية الفلسطينية هو اللاجئين وتصفية القضية الفلسطينية والدفع بهم مثل ما يعني يروج الدفع بهم إلى سيناء من أجل تهجير وتصفية وإفراغ قطاع غزة من كل الشعب الفلسطيني هذا ما تسعى له الآل الصهيونية الحربية وهذا ما يسعى له مجلس الحرب الصهيوني الذي هو الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك في هذا المجلس الحرب شريك أساسي وإلا بماذا تفسر دائما أن الولايات المتحدة في مجلس الأمن تضرب دائما عرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية عندما يتعلق الأمر بما يسمى بهذه الدولة المارقة التي تسمى إسرائيل دائما تجدين عندما يتعلق الأمر بإسرائيل هناك حق نقد الفيتو في مجلس الأمن لا يريدون أن تكون هذه إسرائيل هي تدان أو يخدشها خدش وهي بالتالي هي لديها الحصانة من قبل دولة عظمى تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان وترفع هذه الشعارات ومن جهة تانية تكيل بمكيالين يعني في سياسات أخرى لذلك يعني الشعب الفلسطيني الآن يواجه الإبادة الجماعية التي يعني لا يمكن الفرار منها وهي موثقة وكل العالم يشاهدها عبر التلفاز وعبر صور حقيقية على أرض الواقع لا يوجد يعني في التاريخ لا يوجد يعني من هذه المشاهد التي يندى لها الجبين كل العالم مسؤول أمام هذا الذي يحصل في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسة تجويع ممنهج بدأت منذ اليوم الأول وهي سياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني الذي قرر أن يدافع عن أرضه من أجل أن يستعيد حقوقه الذي لم يعطيها له هذا المجتمع الدولي المنافق الظالم على مدار 75 عاما من الصراع لم يعطيه حقوقه لهذا الشعب الفلسطيني هو يقاوم عن أرضه أرض الأباء والأجداد هو صاحب هذه الأرض سوف يقاوم من أجل استعادة حقوقه أبسط حقوقه الطبيعية لهذا أعتقد أن هذه سياسة التجويع الممنهج لم تكن سابقة التجويع الممنهج وسياسة العقاب الجماعي هي كل ضد كل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة باتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني لا يعقل أن
تتخذ سياسة عقاب جماعي ضد شعب مدني أعزل من أجل تحقيق أهداف سياسية غير معلنة أيضا، لأنه هناك في الإعلام دائما يروج لأنه هناك خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية ونتنياهو بالتحديد. هذه الخلافات ما هي إلا نوع من المراوغات ونوع من الأساليب الإعلامية لأهداف غير معلنة لهذه الحرب، وربما هناك مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وتريد ترتيب هذا الشرق الأوسط حسب استراتيجيتها الغير معلنة من أجل ترتيبها على المقاس لمصالحها. هذه الدول دكتور عليان تتشدق بحرية الإنسان، ولكن اليوم تقف أمام بتواطؤ مفضوح أمام استمرار معاناة أو إنهاء معاناة الفلسطينيين. دكتور خلف الله، في ظل كل هذه المعطيات المتناقضة التي تقف حائلا أمام وقف إطلاق النار، يتواصل ربما تتواصل بمحكمة العدل الدولية بلاهاي جلسات الاستماع لمختلف المرافعات للنظر في التبعات القانونية لهذا الاحتلال على لفلسطين. برأيك يعني إلى أي مدى ستزيد من قوة الضغط على هذا الكيان المجرم وأيضا بالتنديد على الحرب القائمة في غزة؟ أستاذة لو يعني أضيف فقط في قضية ملف الأونروا ثم أرجع للسؤال، السؤال المهم، يعني أقول بأن اليوم وهذا ربما هذا يوجه هذه توجه للمجموعة الأوروبية الاتحاد الأوروبي، إذا اعتبرنا بأن في 2014 و2015 البيت الأوروبي كاد أن يزلزل من ملف الهجرة. نعم. فبما حدث في منطقة الشرق الأوسط في العراق وفي سوريا وفي أفغانستان وما جراء ذلك التداعيات اللي كانت كلها، كانت هناك موجات قوية والهجرة لأوروبا. فاليوم نحذر ما على هذا الاستهداف الأونروا، هذا سوف يكون تداعياته على الأطراف الأوروبية. إذن فعلى الأوروبيين اليوم أن لا ينخدعوا بهذه السياسة الصهيونية التي تريد أن تضرب، يعني هذا الخطر يعني يواجه الاتحاد الأوروبي. فالهجرة إذا تكلمنا عن الأوروا على مستوى لبنان، مستوى سوريا، على مستوى الأردن، على مستوى غزة، فهذه كلها نعتقد بأنها سوف تحدث موجات هجرة إلى أوروبا. نعم. نرجع لقضية المرافعات التي تتم اليوم أمام محكمة العدل الدولية. نعتقد بأن هذه المرافعات اليوم هي ورقة أخرى وحجة أخرى ومبرر ويعني وصورة أخرى قانونية ضد هذا الاحتلال غير الشرعي، هذا الغطرسة، وهذا الدعم الغريب من الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان والديمقراطية. فهذه المرافعات اليوم اللي شوفوا باللي تقريبا أكثر من 50 دولة ستكون لها مرافعات أمام محكمة العدل الدولية، هذه نعتقد تدخل ضمن الفتوى والرأي الاستشاري الذي طلبته الأمم المتحدة. حقيقة أن هذه الفتوى التي ستصدر لن تكون ملزمة، ولكن نقول أنها ستكون وثيقة قانونية أخرى تثقل الملف القضائي ضد الاحتلال الصهيوني. هذه المرافعات سوف تدفع بالدعاوى أو الدعوة جنوب أفريقيا التي اليوم ما زال العالم ينتظر ماذا ستنطق به محكمة العدل الدولية. أيضا هذه المرافعات نعتقد بأنها سوف تدفع وسوف تسند الدعاوى والشكاوى والبلاغات التي توجه يوميا إلى المدعي العام على مستوى محكمة الجناية الدولية. فبالتالي نقول أن هذه التحركات القانونية القضائية سوف تقيم الحجة على من بقي يدعم هذا الاحتلال غير الشرعي، هذه الإبادة، هذا العدوان، هذا الإجرام، هذه المحرقة في حق الفلسطينيين. هذه المرافعات تؤكد بأن محرقة في العصر 21، القرن 21، عندما نقول بأن الإنسانية اليوم تتطلع إلى احترام
الحق الإنساني، الحق في الحياة، هذا الحق اليوم يجهر بالفيتو، بفيتو دول تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان والتحضر، وممكن أنها تتشدق وتتهم دول أخرى بأنها دول مارقة وأنظمة مارقة. هذه نعتقد بأن كل هذا يصب في إلجام وفي إقامة الحجة على هؤلاء. دكتور عليان، إقامة الحجة على هذا الكيان المجرم بهذه الممارسات المفضوحة العلنية المستفزة للضمير الإنساني اليوم، يعني مع تفاقم المجاعة والتقتيل وكل الوحشية التي يمارسها اليوم، هل ما زال يمكن التعويل على الخيار الدبلوماسي لإنهاء هذه المعاناة الفلسطينية في ظل تعنت الكيان الصهيوني وفي ظل الفيتو الأمريكي وغير ذلك؟ هو صراحة لا يمكن أن نسقط الخيار الدبلوماسي، يعني حسب يعني الأمور والعلاقات الدولية لا يمكن أن نسقط هذه. لاحظنا أنه منذ بداية العدوان على الشعب الفلسطيني أن هناك العديد من مواقف الدول لاحظناها أنها تغيرت على مدار هذه الحقبة. اليوم تدخل الحرب في شهرها الخامس وقاربت 150 يوما، وبالتالي لاحظي كثير من المواقف بدأت تتغير، وهذا نستشفه من خلال هذا المنتظم الدولي. هناك في الجمعية العام للأمم المتحدة التي انعقدت في الوقت المنصرم 153 دولة من العالم ضد هذه الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، هذا بمثابة استفتاء لكل دول العالم. الآن اليوم في مجلس الأمن كل الدول غير أعضاء في مجلس الأمن ضد هذه الحرب، مع وقف فوري لإطلاق النار، مع هذا الولايات المتحدة الأمريكية ضد هذا القرار. لماذا؟ لحماية مصالحها في الشرق الأوسط. لهذا أعتقد أنه هذه معركة محكمة العدل الدولية هي لا يمكن أن نسقط الخيار الدبلوماسي، ولكن هي معركة طويلة النفس، لأنه من يتحكم في هذا المنتظم الدولي ما زال إلى هذه الساعة الولايات المتحدة الأمريكية بلا منازع، لأنه هذا جاءت الولايات المتحدة جاءت نتيجة الحرب العالمية الثانية، وتكون هذا المنتظم بشكله الحالي مجلس الأمن الذي يتحكم فيه 5 دول أعضاء في مجلس الأمن تتحكم في 153 دولة في عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي لا يعقل هذه المعادلة أن تبقى تتحكم في هذا العالم. وبالتالي هذه الصيغة جاءت لتخدم مصالح الدول التي خرجت يعني قوية من الحرب العالمية الثانية، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا يجب إعادة النظر في كل هذا المنتظم الدولي من أجل أن يكون حقيقة وفعلا يحمي الأمن والسلم الدوليين، الذي هو على هذا الأساس خلقت هذا المنتظم الدولي. وبالتالي بعد هذه المعركة القانونية، وهي الآن أمريكا والولايات المتحدة وخاصة الكيان الصهيوني هو في عزلة أمام هذا المجتمع الدولي، أمام هذه المظاهرات التي يعني تغيرت المواقف من أجل المظاهرات التي خرجت في البلدان والعواصم الكبرى للضغط على حكوماتها، وهو ما خلى دعا الحكومات تغير من مواقفها. لهذا لا يمكن أن نسقط الخيار الدبلوماسي، سوف يبقى إلى آخر نفس من أجل الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني. أعتقد أنه الآن الولايات المتحدة بعد هذه القرار الذي الأخير في مجلس الأمن، أنها الآن هي تواجه عزلة دولية من قبل دول العالم، وبالتالي هي كشفت الحرب على الشعب الفلسطيني، كشفت زيف هذه الأمم المتحدة. وبالتالي ما يمكن أن يفرض الوضع وينهي هذه الحرب هي المقاطعة للكيان الصهيوني من قبل
ما يخرج عن منظمة العدل الدولية من قرارات يمكن أن نستشف أن تخرج هناك يعني دول أعضاء في هذه المنظمة تتخذ إجراءات مثل ما اتخذت هولندا على ما أعتقد إجراءات بتوقيف صفقات الأسلحة إلى هذا الكيان، وبالتالي هذه العقوبات هي التي تؤثر على هذه الكيان من قبل أعضاء الفاعلين في المنظمة الذين ينتمون إلى منظمة العدل الدولية. يمكن أخذ خيار المقاطعة كخيار استراتيجي من أجل وقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني، وهو خيار فاعل ودبلوماسي. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد عليان، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا موصول أيضا للدكتور إسماعيل خلف الله، محامي وأستاذ في القانون الدولي، كان معنا عبر سكايب من باريس. ونشكر أيضا مراسلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحديدا من غزة، وسام أبو زيد. شكرا لكم جميعا على كرم الوفاء وطيب المتابعة، وإلى اللقاء.